نحن نعطي هذه الظواهر الكونية بعدا آخر، لأننا نضفي إليها وجود رباني لها، وبالتالي هذا يزيدها جمالا وبهاء. يذكر عن هذا سعيد النورسي، سعيد النورسي نعم، هذا الرجل وهو تركي يقول: الكافر عندما يأكل التفاحة، الكافر عندما يأكل التفاحة يأكلها يتلذذ بها وخلاص انتهت السالفة، بينما المؤمن شوف عندما ينظر إلى التفاحة يرى فيها أول شيء نعمة من الله، ينظر إلى جمالها ورونقها ويقول سبحان الله كيف قدرة الله، هذه التفاحة كيف هذا الغشاء ملتف حواليها، قشرة ملتفة حواليها، كيف الله تعالى جعل لبها بهذه الحلاوة، وكيف نظرت، شوف ينظر، فهذا يجعل لكل شيء، ينظر المؤمن إلى كل شيء فيجد فيه بعدا آخر يزيده إيمانا. يروى عن المسيح عليه السلام أنه مر هو وحواريه على شاة ميتة فقالوا: ما أنتن ريحها، ما أنتن ريحها، فقال هو: ما أشد بياض أسنانها، ما أشد بياض أسنانها، يعني ينظر إلى الشيء الإيجابي فيها، يرى فيها جمالا حتى وإن كانت يعني جيفة نتنة،